استعدادات حوثية لحرب في معقلها صعدة، وقيادات في الميليشيات تفر إليها من صنعاء لتتحصن بالجبال والكهوف. تقرير حقوقي يكشف عن تعرض عشرات النساء المعتقلات في سجون الحوثي للاغتصاب والتعذيب حتى الموت. تدهور في قيمة الريال اليمني في مناطق الشرعية، ومناطق الحوثيين تعاني أزمة خانقة في السيولة. أهلا بكم من جديد في ساعتنا الثانية. كالعادة ينضاف إلينا في هذه الساعة الملف المتعلق بالشأن اليمني، ولكن قبل أن ندخل إلى هذا النقاش نعود مرة أخرى ونضع المشاهد الكريم في الجديد الذي يأتي في إطار تصريحات الحرب الإسرائيلية على غزة من الجانبين، من حماس أو من إسرائيل. نحن أمام بعض التصريحات الآن بأن حماس تقول إن نتنياهو يضع عراقيل أمام مفاوضات وقف إطلاق النار، وحماس تطالب أيضا بالوسطاء بأن يتدخلوا لوقف مناورات وجرائم نتنياهو. وحينما يتحدث أو تتحدث حماس عن الوسطاء هي تتحدث عن مصر وعن قطر وعن الأمريكيين أيضا في هذه النقطة. ونشير أيضا بأن حماس تراجعت عن شرط من الشروط المعطلة التي كنا نتحدث عنها سابقا، وهي أولا أن يكون هناك وقف كامل إطلاق النار. تراجعت عن هذا الشرط وقالت إن يمكن أن نبدأ مفاوضات دون أن نتغاضى عن هذا الشرط، دون أن يكون هناك وقف كلي لإطلاق النار. وبالتالي هذا مطلب كان يريده الإسرائيليون، لكن تصريحات نتنياهو بالأمس ربما كانت معطلة أو مقلقة بالنسبة لجانب حماس. هذه التصريحات تنقلنا مرة أخرى لحالة من عدم اليقين في الوصول فعلا إلى إجابة والكرة في ملعب الإسرائيليين من قبل نتنياهو. ندخل إلى الشأن اليمني، فقد عادت إلى بريطانيا المدمرة دايموند بعد 6 أشهر قضتها في البحر الأحمر وخليج عدن للمساعدة في حماية الشحن من هجمات الحوثيين. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن السفينة الحربية أسقطت صاروخا و9 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي مستهدفة السفن التجارية. وأضافت أنه تم استبدال دايموند بالمدمرة HMS دانكن تحل محلها في البحر الأحمر، وهي مسلحة أيضا بنظام الصواريخ سي فايبر ذاتية إلى جانب أنظمة الرادار. قالت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي في بيان إنه على مدار الساعات 24 الماضية دمرت القوات الأمريكية طائرتين مسيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في حين دمرت قوات شريكة مسيرتين حوثيتين فوق خليج عدن، ما كان يمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. كشفت تقارير صحفية يمنية عن ترتيبات واستعدادات قتالية كبيرة تجريها ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة في معقلها الرئيسي في أقصى شمال اليمن. وأوضحت مصادر محلية أن الحوثيين يقومون بحفر أنفاق وخنادق تحت إشراف خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني في مناطق متفرقة من صعدة، وسط تكتم شديد فيما يبدو أن الجماعة تستعد لخوض معركة مصيرية في المحافظة التي تعتبرها معقلها الاستراتيجي وحاضنتها الاجتماعية والدينية. وتحدثت التقارير عن عرض قيادات حوثية عقاراتها في صنعاء ومناطق أخرى للبيع في إطار استعداداتها للانتقال والعودة إلى صعدة، التي ترى أنها أكثر تحصينا وأمانا لها من أي منطقة أخرى، متوقعة أن يثور سكان صنعاء وبقية المناطق ضد الميليشيات في حال تجددت الحرب. وفي وقت سابق رصدت الأقمار الاصطناعية صورا لأنفاق ومغارات وكهوف مستحدثة في جبال صعدة، ما يؤكد استعداد ميليشيات الحوثي لحرب فاصلة في معقلها.
أستاذ فهد الشرفي معي هنا في الاستوديو وهو محلل سياسي. أستاذ فهد أهلا بك، ما الذي يحدث حسب متابعاتك في صعدة وما الذي يمكن أن نستنتجه من هذه التحصينات التي يقومون بها؟ أولا مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الحدث، نلتقي مرة أخرى لنناقش نفس هذا الموضوع الذي دائما نتحدث عنه ونتابعه لأنه يرتبط بالحالة التي تهمنا جميعا في اليمن. ودائما ما نعيد ونكرر من أن هذه الجماعة تضمر الشر وتستعد للحرب وأنها ليست مخولة ولا مهيئة ولا مؤهلة أيضا لأن تكون طرفا في سلام ولا شريكا في بناء أو في إدارة وطن. وبالتالي نحن من خلال متابعتنا نرى وتأتينا المعلومات تباعا عن هذه الاستعدادات وعن الأعمال التي تقوم بها الجماعة والميليشيا الحوثية، مستفيدة من فترة التهدئة والهدنة والتفاهمات، ومستغلة حالة الهدنة التي الجميع يسعون إليها نزولا عند رغبة كاملة لدى الشرعية ولدى الإقليم والمجتمع الدولي في صنع سلام في اليمن. لكن هذه الجماعة للأسف كما عودتنا تستفيد من الوقت ومن الجهد للخندقة، حفر الجبال، نقل الأسلحة، يعني هذه دلالة في صالح الشرعية. يعني إذا كانت هي تخندق المعقل الأخير لها فمعنى كده أنها خائفة أو تستعد أو تعرف أنها ستخسر بقية المناطق ولن يبقى لها سوى صعدة. ليس لها حاضنة شعبية حتى في صعدة، ولكنها تحاول أن تجعل من هذه المحافظة قاعدة لها. وبالتالي إضافة إلى أهمية صعدة، أهمية صعدة الجغرافية باعتبارها مرتبطة بالمملكة العربية السعودية ولها حدود مع 3 إمارات، من باب القيام بالدور بالوكالة والأذى. وأنت ترى اليوم أنه كلما اتخذت الشرعية قرارات هي من صميم اختصاصها، والجميع يعلمون أنها قرارات تأخرت كثيرا سواء في الجانب الاقتصادي أو الجوانب الأخرى، كلما ذهبت الحوثية لتسطر الأزمة إلى الخارج وإلى الإقليم بتلك اللغة السفيهة الغير التي لا تحمل أي لياقة ولا لباقة لا سياسية ولا وطنية ولا أيضا تعطي مفهوم ولا دلالة إلا أنه هذه الجماعة ذاهبة باليمن ومستمرة في الذهاب باليمن نحو الجحيم، لا يهمها الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه الناس. وها نحن نرى أننا حتى في إطار الهدنة لنا أكثر من سنتين والحوثية تعلق المسألة في الملف الإنساني لكي لا يدخل الناس في ترتيبات اقتصادية قد تعود بالنفع على المواطنين الذين ربما لا زالوا إلى الآن عبارة عن رهائن عند الحوثيين. إذن هذه المسألة مسألة معروفة نحن نتابعها بدقة، ونحذر كأبناء اليمن من الركون إلى هذه الجماعة، هذا أولا. ثانيا من إعطائها فرصة في أن تكون أو أن تشرع نفسها كما تحاول الآن. وأنا استمعت إلى خطاب عبد الملك الحوثي أمس وهو يتحدث وكأنه قائد شرعي اليمن ومتناسي أنه عبارة عن إرهابي. هو من سطع على البنك واليوم يتحدث باسم البنك. البنك المركزي في صنعاء أتت هذه الجماعة وفيها أكثر من 6 مليار دولار، وهي التي نهبت هذا البنك. البنك المركزي في صعدة بداية في 2011 وكان فيها أكثر من 30 مليار ريال يمني وهي مرتبات الموظفين، إضافة إلى موازنة إعادة إعمار محافظة صعدة. وأبناء صعدة يسمعون اليوم ويعلمون أن عملية إعادة الإعمار كان قد بدأت وكان البنك قد بدأ بصرف المبالغ للمستحقين. إذن في الجانب الاقتصادي نحن نقول عبد الملك الحوثي لا يمثلنا نحن ولا يمثل أبناء اليمن اليوم لكي يتحدث باسمنا ويذهب أيضا للتصعيد تجاه أي قضية. نحن أيضا لا نحتمل حتى قضايا أخرى بما فيها تهديد المجتمع الدولي أو قطع الملاحة. كل هذه القضايا وهذه الحروب التي يخوضها ويحاول أن يخوضها ويفجرها عبد الملك الحوثي، وقد سمعناها أمس وهو يتحدث قال ولتكن المشكلة ما كانت ولتنفجر كيفما انفجرت، وهذه هي لغة لا تدل على قائد وطني على أن لديه حتى إحساس وطني حتى وإن كان لا يمتلك المشروعية. هذه القضايا كلها تجعلنا نحن كيمنيين والشرعية أيضا مسؤولين مسؤولية كبيرة في أن نعيد مسألة تقييم تعاملنا مع هذه الجماعة، وندعو أيضا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الوسطاء إلى يعني تقييم. ماذا تريد من الشرعية؟ يعني مثلا خلينا نوجه حديثنا لأنه الجهة الأخرى التي يمكن أن تدخل في اتفاق سلام أو مفاوضات مع الميليشيات الحوثية هي الشرعية. وبالتالي لو نفترض أنه جاء المبعوث الأممي إلى الشرعية وقال لها علينا أن ندخل الآن في عملية سلام، ماذا في يد الدكتور العليمي أن يفعله الآن بعد الكلام المهم الذي قلته أنه هذه جماعة ليس جماعة سلام؟ طيب ماذا يفعل السياسيون؟ أولا الهدنة الاقتصادية التي ذبحتنا خلال 9 سنوات عندما تم التحرك منها قليلا واتخاذ قرارات اقتصادية
نحن من حقنا ومن حق البلد ومن حق الدولة اليمنية أن تعمل على مكافحة تمويل الإرهاب. والجماعة الإرهابية الحوثية تعتبر من أفظع الجماعات، ونحن نرى أن كل سلوكها يصنفها ويضعها في هذا الموضع. نعم. وبالتالي على الشرعية ألا تتراجع عن هذه القرارات. هذه قرارات وطنية تخص مسألة انتشار المال الوطني وحماية رأس المال الوطني. الحوثي اعتدى على البنوك وحتى البنوك الأهلية وسطى على أموال المودعين. اليوم المودعين اليمنيين لا يستطيعون أن يتقاضوا أموالهم التي لدى البنوك. مثلها يعني اليمن اليوم يعيش نفس الوضع الذي في لبنان. انهيار البنوك في داخل صنعاء أدى إلى إفلاس المودعين جميعا وطرد المال الوطني. وبالتالي هذه الخطوات الاقتصادية لا يجب التراجع عنها. طب سياسيا مسألة يوافق ولا لا يوافق على سنة؟ أنا شخصيا لا، يعني دخلوا في هدنة وندموا، فكر هدنتين وسيندمون. طيب لأن التعامل مع هذه الجماعة كلما تعاملوا معها بعيدا عن وصفها الحقيقي أنت تتعامل مع جماعة غير محترمة ومع أشخاص سيئين غير محترمين. هم طيب يعتبرون حتى مسألة التفاهم ويعني ضعف، مؤشر ضعف، وبالتالي يحاولون أن يصنعوا هالة إعلامية أمام الناس وخصوصا الطبقات الجاهلة وغير الواعية في اليمن من أنهم تحولوا إلى قوة عظمى يهددون العالم. وبالتالي علينا أن نوقف هذه المسألة بالتعامل الجاد مع هذه الجماعة مثلها مثل أي جماعة إرهابية أخرى. القرارات التي يجب اتخذت لا يجب أن يتم التراجع عنها. مسألة الاستمرار في عملية التصنيف، الاستعداد أيضا العسكري. الحوثي طالما نحن نعلم جميعا أنه يستعد عسكريا فنحن لدينا الكثير من القطاعات والقوات الموجودة أيضا في الشمال وفي الجنوب، لكن لا يوجد فيها كثير من الثغرات. والحوثية تعلم أن هناك بعض الهشاشة في المسألة، وبالتالي علينا أن نستغل هذا الوقت الذي لا زال أمامنا وإن استمرينا في حبل السياسة، لكن أن نكون مستعدين عسكريا. لأنه مثل هذه الجماعة نحن نعلم أنه لا تفاهم معها ولن ينفع معها إلا حل المواجهة، فهي من ستفرض علينا هذا. وأنا أقول لك والله وأنا مشاهد مشاهدة العيان وليست مسألة سمع، كل الحروب التي خيضت في اليمن ضد الحوثي هو الذي فرضها علينا. نحن نذهب في السلم حتى أيام علي عبد الله صالح والدولة السابقة كنا ننتظر ونضرب بسيف السلم حتى ينكسر. طيب. ثم تأتي الحوثية لتفرض علينا عملية الحرب. أنا ما أريد من شرعيتي كمواطن يمني أن تكون جاهزة لهذا الاستعجاج عندما يفرض عليها. طيب لفت نظري أن تتحدث عن، خلينا أعود لصعدة لأنه هذه دلالة شديدة الأهمية، ما يحدث في صعدة بأنه الميليشيات خائفة وإلا ما كانت بنت حصون يعني، وتعرف أنها قد تخسر بقية المناطق ولن يبقى لها سوى ما المكان الموجود في صعدة، ولذلك هي تتحصن بهذه تبعا للخبر يعني. أنت قلت ليس لهم بيئة حاضنة في صعدة، أنت تعرف صعدة من الداخل. نعم. أكثر أولا خيضة قلالة ست الحروب كانت كل المحافظات وكل المديريات في صعدة مديريات مقاومة للحوثي، واستمرت 10 سنوات الحرب في صعدة وليس يوم وليلة. وبالتالي لو كان الحوثي يحظى ثقل الحاضن لهم في أي مكان، لو كان الحوثي يحظى بشعبية الناس على دين أمرائهم بالنسبة الآن اضطروا الناس أن يتسالموا ويتعايشوا مع هذه الجماعة، ولكن ليسوا راضون عنها. لديك مثلا في على من الناحيه الفكريه والاجتماعيه والعقديه وحتى المذهبيه، قال قطاع الزيدي الموجوده في صعدة لا زال قطاع طويل عريض يدخل في صدامات مستمره بقياده محمد عبد العظيم الحوثي ومحمد عبد الله عوض المؤيدي ومجموعه من قاده الزيديه الذين لا زالوا الى الان يحاولون ان يحافظوا على ما تبقى لديهم من قواعد. وبالتالي هناك تباين كبير، ويوما عن يوم صعدة وغير صعدة تلمس شر الحوثية. كل الوعود التي حاول عبد الملك الحوثي والقضايا التي كان يلعب عليها من خلال المظلومية، فعندما تولى كان أظلم ممن سبقه بعشرات المرات، وتمنوا الناس وصاروا يبكون على الأيام الخوالي السابقة. القضايا التي كان يتحدث عنها كلها سقطت وبطلت. حتى هو مختلف مع الزيدية لأنه جارودية أكثر من الزيدية. نعم. مختلف يعني مع الزيدية. لا نريد أن نظلم كل الزيدية. بل سلم البلد وسلم التراث الزيدي كل الإيرانيين ليعبدوه ويحولونه إلى 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 تابع صغير جدا يتلقى التوجيهات والأوامر. وما كانت الأمور في اليمن هكذا، ولم نكن يوما ما على هذه الحدة من العداوة مع حاضنتنا العربية لولا هذا المشروع الطارئ. نعم. ففكرة الحاضنة ليست موجودة. الحاضنة ليست موجودة إلا مع وجود القوة. ما يمتلكه عبد الملك الحوثي هي قوة ترهيب وإرهاب للناس. ستنكسر يوما ما. سينكسر حيز الخوف القبلية في صعدة. إضافة إلى عوامل أخرى.
يعني أنت لما تتحدث عن العوامل التي تحافظ على تماسك الحوثي هي مجموعة من العوامل المعقدة، وهذه العوامل موجودة لدينا نحن في إطار مجتمعنا اليمني ومسؤولين عنها كقوى وطنية وكأحزاب وكشرعية. لدينا الكثير من الخلافات السياسية وصراعات سياسية تصب في مصلحة الحوثي، لدينا بعض التشوهات الغير واضحة في مشروعنا الوطني الذي نقدمه للناس، وبالتالي لابد أن يكون مشروعنا ذات تقبل وحماس لدى الناس في الداخل. لدينا أيضا صراع قبلي والحوثي يستفيد من الصراع القبلي، عندنا أيضا صراع شمال وجنوب، وهذه القضية أيضا يجب أن يتم حسمها. إذا كثير من الملفات والاستحقاقات التي الحوثي ليس طرفا فيها ولا يجب أن يكون طرفا فيها، لكنه يستفيد من أخطاء، ونحن كقيادات وطنية ما جلسنا على طاولة لكي نحسمها. بالله عليك، حتى قضية شمال وجنوب ومسألة الوحدة ومستقبل اليمن، ألا يجب أن يحسم داخل مجلس القيادة الرئاسي وبين أعضاء وبين القوى الوطنية والأحزاب اليمنية، بعيدا عن التفاوض مع الحوثي؟ الحوثي طرفا غير مشروع، ثم ننتظر منه أن يأتي في الحل النهائي ليحدد لنا شكل اليمن في المستقبل. هذه معيبة في حقنا، وأنا أدعو السياسيين اليمنيين إلى أن يراجعوا مثل هذه القضايا ويحلوها، ويعتبروا الحوثي طرف طارئ. صحيح أنه واقع عن مفروض، لكن يجب علينا أن نقاومه ولا أن نرهن قضايانا كلها بأن يأتي هو إلى طاولة المفاوضات. بشكرك أستاذ فهد الشرفي، شكرا لك أخي، من كان معي في الاستوديو شرفتنا، شكرا شكرا جزيلا أستاذ فهد. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: ميليشيات الحوثي تواصل حملة الاختطاف بحق موظفي المنظمات الدولية بمزاعم التجسس. ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثا عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. قالت مصادر في صنعاء إن ميليشيات الحوثي تواصل حملة الاختطافات بحق الموظفين في المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها، وفي عملية جديدة أقدمت ميليشيات الحوثي على اعتقال موظف متقاعد كان يعمل في منظمات دولية والبرنامج الدنماركي في اليمن. وحسب المصادر فإن الضجة أو الضحية الجديدة تعرض للاعتقال عقب مداهمة منزله في صنعاء من قبل مسلحين حوثيين ملثمين وعناصر نسائية، وبعد تفتيش منزل الشخص المختطف قامت عناصر الميليشيات بنهب سيارته ووثائق ملكية منزله وهواتف أفراد أسرته ومقتنيات أخرى. أقدمت عناصر حوثية في محافظة عمران على اختطاف ثلاث مطربات محليات عقب خروجهن من إحدى قاعات الأعراس في المحافظة، وأوضحت مصادر محلية أنه تم اعتراض المغنيات في حاجز أمني على الطريق بين عمران وصنعاء واقتيادهن إلى السجن المركزي في المحافظة، وتنفذ ميليشيات الحوثي حملة
متواصلة ضد المطربين والموسيقيين والفنانين في عمران ومناطق أخرى تحت سيطرتها منذ سنوات بذريعة منع الغناء ونشر أناشيد الجماعة. أصدرت منظمة تحالف نساء من أجل السلام ورابطة الناجيات من السجون اليمنيات تقريرا حول النساء المعتقلات في سجون ميليشيات الحوثي، وأوضحت المنظمات أن 74 امرأة تعرضن للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سجون الميليشيات منذ 6 ديسمبر عام 2017 وحتى ديسمبر من العام الماضي. وأشارت التقارير إلى أن 33 امرأة تم اختطافهن على خلفية مزاولتهن أنشطة سياسية، و16 امرأة احتجزن على خلفية الأنشطة الحقوقية والإنسانية والإعلامية. ومن بين المختطفات في سجون الحوثي 10 موظفات حكوميات و14 طالبة من المستويين الجامعي والثانوي، و8 نساء احتجزن لأسباب دينية وطائفية، و4 بسبب السفر بدون محرم. النساء المختطفات تعرضن لانتهاكات مختلفة في سجون الحوثيين بحسب التقرير، حيث تعرضت 17 امرأة للاغتصاب، و36 امرأة تعرضن للتحرش الجنسي، و41 امرأة تعرضن للتعذيب الجسدي والنفسي، وتوفيت إحداهن تحت التعذيب. وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للإفراج عن جميع المختطفات ووقف حملات التحريض الحوثية والقمع ضد النساء العاملات في المجالات الحقوقية والإنسانية. من جنيف أستاذة نورة الجروي رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن. أستاذة نورة أهلا بك. طيب بعد كل هذه الأشياء وأنت يعني في جنيف الآن، كيف يمكن نقل كل هذه الانتهاكات إلى المجتمع الدولي، إلى المنظمات الدولية لإحداث رأي عام عالمي ضد هذه الانتهاكات ضد المرأة اليمنية؟ نحن نعمل منذ العام 2000 ومنذ ديسمبر 2017 في منظمتنا تحالف نساء من أجل السلام في اليمن لرصد حالات اختطاف واعتقال وتعذيب واغتصاب النساء في اليمن. طبعا التقرير الذي تحدثتم عنهم الآن هو تقرير اسمه خذوا عن أخذوا مني كل شيء، وهو تقرير يشخص حالة، وهو تحقيق يلخص حالة 74 ناجية من سجون الحوثيين، ولا يشمل كل الناجيات من سجون الحوثيين. الحوثي اعتقل أكثر من 2000 امرأة في سجونه منذ ديسمبر 2017. طبعا هو يتكلم عن أساليب ما يتعامل به الحوثيين تجاه المعتقلات في سجونه، من سوء المعاملة، من التمييز، من التعذيب، تشويه الأعضاء، قطع الأصابع، بتر الأطراف، الكثير من الانتهاكات ارتكبت بحق النساء المعتقلات في سجون الحوثيين. أيضا كما تكلمتم أنه الكثير من الناجيات من سجون الحوثيين تم تشخيص حالتهن، ونحن اخترنا 74 حالة فقط، أغلبهن أصبنا بمرض السكري وأمراض الكلى وأمراض كان السبب الرئيسي فيها ما تعرضنا له في سجون الحوثيين. طيب أنا لفت نظري أولا منظمتكم، أنت من هذه المنظمة، أنت رئيسة هذه المنظمة أستاذة نورة، منظمة تحالف نساء من أجل السلام اللي عملت هذا التقرير، لفت نظري الدقة في الأرقام. طبعا يعني ستسألي دائما على فكرة المصادر، يعني على أي مصادر اعتمدت حتى يكون هناك هذه الدقة في الأرقام، وكم الرقم الكلي، يعني كم الرقم الكلي للنساء الموجودات في سجون ومعتقلات الميليشيات الحوثية؟ طبعا تتراوح الأرقام التي طرحتها عدد كبير من المنظمات، ولسنا نحن فقط المنظمة التي أصدرت تقارير تتحدث عن وضع النساء في اليمن. التقارير تتفاوت ما بين 2000 إلى 3000 امرأة اعتقلن في سجون الحوثيين منذ ديسمبر 2017، بينهم نساء 426 امرأة تم الحكم عليهم بأحكام جائرة بالسجن من 4 إلى 10 سنوات، تم تلفيق التهم. أيضا هنالك 6 نساء حكم عليهم بالإعدام شنقا، بينهم الناشطة الحقوقية مؤخرا فاطمة العرولي. أيضا بالنسبة لمصادر المعلومات،
نحن حريصين جدا على تتبع وضع النساء المعتقلات في سجون الحوثيين، ايضا بعد خروجهم من السجون نحن نحرص على وضع استمارات خاصه بالناجيات من سجون الحوثيين لتلخيص الحاله التي تتعرض لها هذه الفتاه، ما الذي تعرض، من هم المنتهكين. نحن نركز ايضا بشكل رئيسي على المنتهكين. لو لاحظتوا في هذا التقرير الاول مره ترصد اسماء الزينبيات اللواتي قمنا بتعذيب النساء المعتقلات في سجون الحوثيين، رصد ايضا اسماء مشرفين ووزراء ومسؤولين في جماعه الحوثي ارتكبوا جرائم عنف جنسي تجاه النساء. التقرير دقيق جدا، وطبعا لدينا لقاء غدا مع المفوضيه الساميه لحقوق الانسان، ولدينا لقاءات خلال هذا الاسبوع مع لجان الخواص في الامم المتحده لطرح الملف على طاولتهم. ما هي ليست المره الاولى يا استاذه نورة لو تذكري ان انتم عرضتوا هذه الانتهاكات على الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها، لكن هل جاء عليكم رد؟ يعني ما الذي تنتظريه غدا مثلا حينما تقومين بعرض هذا التقرير وهذه الانتهاكات؟ طبعا نحن نوثق هذه الكتب للتاريخ وهذه التقارير للتاريخ، لأنه يجب علينا أن نمرر هذه المرحلة التي ارتكبت فيها جماعة الحوثي هذه الانتهاكات لتعرف الأجيال القادمة من هم الحوثيين. هذا في المقام الأول. التقارير التي قدمناها كانت فعلا مهمة جدا، ويمكن إحنا من أبرز المنظمات التي استطعنا إدراج قيادات في جماعة الحوثي وعلى رأسهم سلطان زابل مدير البحث الجنائي في قائمة العقوبات الدولية، وبعدها تقريبا بشهر لم يمر شهر حتى أعلن الحوثيين عن مقتله، وكان من أهم القيادات التي ارتكبت جرائم عنف جنسي تجاه النساء. التقارير التي نرصدها ونوثقها للتاريخ ونوثقها للمنظمات الدولية، نحن نحمل المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكل المنظمات الدولية المسؤولية عن ما تتعرض له الصليب الأحمر الدولي لدينا زيارة له، نحملهم المسؤولية عن وضع النساء في سجون الحوثيين. هنالك سجون سرية، هنالك سجون عامة. ماذا يقولون لك يا أستاذة نورة لما تعرض ذلك؟ يعني هل تشعرين بثمة استجابة من قبلهم؟ نعم. نحن فريق تقرير فريق الخبراء في مجلس الأمن الدولي كان منصف جدا. أنا كمنظمة أرى أن المجتمع الدولي متجاوب معي جدا. المجتمع الدولي يرصد، يكفي بأن يكتب مجلس الأمن الدولي في كل تقاريره يوثق الحالات التي نعرضها عليه ويطرحها للرأي العام. المجتمع المحلي يجب أن يعرف ما الذي يقوم به الحوثيين. المجتمع الدولي أيضا هذه التقارير هي أيضا تذهب للرأي العام المحلي ليعرف المجتمع ما هو الذي يقوم به. استخدام النساء كصخرة في جبهات القتال للخبز وللطبخ بدون أن يقدم لها شيء 3 أشهر يحتجزها في مناطق قتال لتطبخ وتخبز له بدون أي مقابل ويحرمها من حتى الوصول لعائلاتها. الكثير من الانتهاكات ترصدها هذه الانتهاكات، وكما قلت لك أنه هذا للتاريخ. المنظمات الدولية بصراحة فوضية السامية برغم أنهم مقصرين وليس بأيديهم شيء سوى أنهم يوثقوا هذه الحالات وأن يدرجوا هذه الجماعة في قوائم من ارتكبوا جرائم حرب. يكفي بأن تدرج جماعة الحوثي في قائمة العار لارتكاب جرائم اعتقال واختطاف واغتصاب للنساء في اليمن. هي أدرجت يا أستاذ نور، لم تدرج صح؟ هي في عام 2020 تم إصدار أدرجة لارتكاب جرائم حرب حق النساء في اليمن، وصنف سلطان زابن بأنه ارتكب جرائم عنف جنسي تجاه النساء في اليمن وبأن هذه تعتبر جرائم حرب. نعم، هناك تقارير دولية تحدثت يعني بعمق عن مدى بشاعة ما يتعرض له النساء في سجون الحوثيين. أشكرك يا أستاذة نورة الجروي رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، كانت معي من جنيف. بعد الفاصل إلى عنوان يمني آخر، وفيه الريال اليمني يواصل انهياره في مناطق شرعية ويتجاوز حاجز 1900 مقابل الدولار. السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. هذه المعارك تدور لليوم السابع على التوالي ما بين الجيش السوداني والدعم السريع. منذ أن بدأت الحرب بذلنا جهدنا لكي نتفادى هذا الحرج وهذه الدماء السائلة. ما مدى أهمية هذه السيطرة إذا ما كانت هذه الأنباء صحيحة؟ المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور وكذلك إلى إقاليم كردفان تواجه صعوبات كبيرة. الاتهامات من مندوب السودان في الأمم المتحدة يتهم فيها الجيش الليبي بدعم
الدعم السريع. على ماذا استند مندوب السودان في توجيه هذه الاتهامات لليبيا؟ الطرف الآخر هنالك بيانات واضحة وأدلة واضحة لتعاونهم مع الإيرانيين. قوات الدعم السريع شغلت كثيرا بالغنائم ونهب المواطنين وسلبهم ودخول منازلهم. رقعة الحرب تتوسع يوم بعد يوم. سياق الاقتتال واتجاهاته ما بين الجيش والدعم السريع إلى أين يتجه؟ هناك من يتحدث عن إصرار للطرفين باستمرارية القتال حتى الحسم. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. واصل الريال اليمني تدهوره مقابل العملات الأجنبية في التعاملات غير الرسمية في عدن، حيث اقترب سعر صرف الدولار من حاجز 1900 ريال للمرة الأولى. وتواجه الحكومة اليمنية صعوبات في تأمين توريد عائدات الضرائب والرسوم الجمركية في مناطق نفوذها في الخزانة العامة للدولة مع استمرار توقف تصدير النفط والغاز. وفي هذه الأثناء أكدت مصادر اقتصادية أن صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تواجه أزمة سيولة خانقة بسبب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن تجاه البنوك وشركات الصرف. من الرياض دكتور هشام الصرمي الحلل الاقتصادي. دكتور هشام أهلا بك. خلينا نبدأ بانهيار الريال في مناطق سيطرة الشرعية بهذا العدد الكبير أو بهذا الكم الكبير. ومسي عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين. حياتي دكتور هشام. بخصوص تدهور القيمة الشرائية لطبعة الريال الجديدة في مناطق الحكومة الشرعية، هناك الكثير من المعطيات التي لطالما تحدثنا عنها، وتحدثنا أن الريال اليمني في مناطق الشرعية سيكسر حاجز 2000 ريال مقابل الدولار منذ فترة. من المعلوم أن المسببات، هناك مسببات رئيسية وهناك مسببات ثانوية. من الأسباب الرئيسية التي نتحدث عنها باستمرار هو فقدان مصدر إيرادات العملات الصعبة والذي هو النفط والغاز بدرجة أساسية. يأتي بعده مباشرة حوالات المغتربين الذي لاقت انخفاض في الفترة الأخيرة، أيضا انخفاض كبير في مساعدات الدول الصديقة والشقيقة والمانحة، والتي أساسا كان جلها يصب في مناطق الخضوع لدى الحوثيين. نعم. الكثير من الأسباب الثانوية كفاتورة الاستيراد الكبيرة، تحمل البنك المركزي عدن لفاتورة الغذاء والدواء والضروريات الخاصة بالجمهورية اليمنية ككل، كل هذه الأمور مجتمعة مع المسببات الثانوية تؤدي باستمرار إلى تدهور الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية. نعم. لماذا الانهيار أكبر في مناطق الشرعية إذا قورن بالمناطق التي يسيطر أو تسيطر عليها الميليشيات؟ تحدثنا أن البنك المركزي عدن يتحمل فاتورة الاستيراد الكبيرة الخاصة بالجمهورية اليمنية ككل عن طريق المزادات وعن طريق مغادرة العملات الصعبة بشكل يومي من مناطق الشرعية إلى مناطق الخضوع. عندما رفض الحوثيون، وبسبب رفض الحوثيون تداول طبعة الريال الجديدة، يتم سداد الفواتير اليومية من مناطق الشرعية إلى مناطق الخضوع مقابل الخضار والفواكه والمنتجات والخدمات بشكل يومي بملايين الدولارات. رصد هذا المبلغ بما يقترب من مليار دولار سنويا.
الكثير من العوامل باستمرارها وثبات هذه المعطيات تؤدي إلى التدهور المستمر. نعم. عدم حدوث أي معالجات وعدم تغير هذه الأسباب بشكل إيجابي بالتأكيد لا يؤدي له، هو سبب عدم تحسن سعر الصرف أو سعر طبعة الريال الجديدة مقابل الدولار في مناطق الحكومة الشرعية. في المقابل في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية هناك أزمة سيولة، أسباب ذلك ومردها إلى ماذا؟ من المعلوم أن ميليشيا الحوثي بداية تفرض سعر صرف بالقوة بعيدا عن قوانين العرض والطلب وبعيدا عن حقيقة التضخم الموجود في السوق، والكثير من الدلائل والإحصاءات للسلع الغذائية وغيرها تدل على ذلك. الآن مثلا عندما فتحت المنافذ ما بين مناطق تعز، مناطق الخضوع ومناطق الشرعية، المواطنون باستمرار وبشكل يومي يمارسون عمليات الشراء من مناطق الشرعية لأن أسعار السلع والخدمات فيها أرخص، وهذا دليل واضح على أن هناك سعر إجباري استطاعت ميليشيا الحوثي أن تفرضه على البنوك والشركات والأفراد. كم يا دكتور هشام؟ وبالتالي هذا السعر غير حقيقي. صحيح 550 الدولار مقابل الريال في المناطق. نعم نعم. و1900 نعم عند المناطق الشرعية. وبشكل يعني في 1400 وبشكل فرق. إجباري. نعم. ويفرض ويسير وكأن شيئا لم يكن. طب إيه الإجراءات اللي ممكن الحكومة تتخذها تقلل هذه الفجوة الكبيرة لهذه الدرجة، 1400 فرق بين هنا وهناك بين المناطق الحوثيين ومناطق الشرعية؟ من المعلوم أن الحكومة الشرعية كانت في فترة من الفترات استأنفت تصدير النفط ووصل إلى معدل 115 ألف برميل في اليوم، ما كان يعني وقتها بأسعار السوق العالمية وصول هذه الإيرادات إلى مليار و755 مليون دولار تقريبا في هذه الأثناء أو في تلك الأثناء جن جنون جماعة الحوثي وقاموا بإيقاف التصدير عبر الطائرات المسيرة والاعتداء على عملية التصدير بحجاج واهية وبأن المجتمع في مناطق الخضوع محروم من هذه الإيرادات، بينما كما أسلفنا كل هذه الأموال تذهب إلى اليمنيين بشكل عام. طيب دكتور هشام، هذا سبب رئيسي كان. طيب دكتور هشام، إذا أردنا أن، لأن الحل لن يأتي إلا إذا زودت إيرادات الخزينة اليمنية في الحكومة بالتأكيد. اليمنية. طيب كيف ما تلك المصادر؟ أنت لما تبص على الموانئ تصدير النفط متوقفة، ما المصادر الأخرى اللي ممكن يعتمد أو تعتمد عليها الخزينة في الحكومة اليمنية؟ ثلاثة مصادر منذ ما قبل العام 2015 هي الرئيسية كما قلنا، النفط والغاز، يليها حوالات المغتربين، يلي ذلك بكثير المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة والمانحة. اليوم لم يتبقى لنا سوى العامل الثاني والثالث الذي هو حوالات المغتربين ثم المساعدات الدولية التي انخفضت بنسبة تفوق 65% حاليا. طب الحوالات، كل هذه الأمور مجتمعة، الحوالات نعم قلت أم زادت؟ الحوالات مثبتة في تقارير البنك المركزي ب 4 مليار و 200 مليون دولار تقريبا، ومثل هذا الرقم وأكثر بشكل غير معلن بشكل غير رسمي، ما يعني أن هناك ما يفوق 8 مليار ونصف حوالات سنوية دولار؟ تصل إلى أراضي الجمهورية اليمنية. مليار دولار؟ نعم. ولا ريال؟ مليار دولار ونصف. مليار دولار ونصف. 4 مليار تقريباً. دولار ونصف دي حوالات اليمنيين في الخارج. طب المساعدة 4 مليار و200 بشكل رسمي ومثلها بشكل غير رسمي تقريبا. طيب الاجمالي 8 مليار ونصف دولار. يعني طيب لما انا اريد احط بند في الموازنه في الخزانه اقول 8 مليار، يعني ما متوسط 8 مليار دولار حوالات يمنيين في الخارج. نعم. كيف توصل للمناطق نعم. الشرعيه؟ يعني ما هي الضوابط التي نضمن ان هذه الحوالات ستصل الى عدن مثلا عند الحكومة؟ رفعنا بحكم أن الميليشيا الحوثي تتمترس باستمرار خلف الكتلة السكانية
وتمتلك الكتلة السكانية الأكبر في مناطق الخضوع ما يقدر ب70%، فجل هذه التحويلات تصل إلى مناطقها، وحوالي 30% في مناطق الحكومة الشرعية. طيب، رفعنا توصيات بأن تكون هناك آلية لاستيعاب هذه المبالغ عبر البنك المركزي عدن، وهناك كثير من الآليات المشابهة تتم في دول كثيرة بأن تصل الحوالات من الخارج بالعملة الصعبة وتصرف بسعر صرف عبر الحكومات الشرعية. طيب، أو البنوك المركزية. باقي عندي المساعدات التي تأتي من الدول الصديقة، في رقم يحضر في ذهنك الآن عن هذه المساعدات، كم وصلت حاليا؟ كانت سابقا بمتوسط 4 مليار و700 مليون ما بعد العام 2015 و16، انخفضت على 3 مراحل حتى وصلت الآن إلى ما يقترب من 1.3 مليار دولار تقريبا، والجل هذا المبلغ يصب في مناطق الخضوع. 1.3 مليار، يفترض هذا رقم قليل يا دكتور هشام. نعم، يعني عما نسمعه رقم قليل. نعم، 1.3 مليار فقط مساعدات من الدول الصديقة. نعم، حاليا انخفضت المساعدات عبر 3 مراحل، ولم يتبقى منها إلا ما يقرب من 25% تقريبا حاليا. طب إحجام مانحين ولا شك في آلية وصول هذه المساعدات إلى الحكومة اليمنية؟ إيه السبب في اعتقادك يعني أن هذا النسبة تراجعت؟ إحجام المانحين عن تمويل، انشغال المانحين بقضايا دولية أكبر مثل أوكرانيا وما شابه، أصبح الملف اليمني ملف هامشي لم يعد في الصدارة كما كان من ذي قبل. نعم. طب يعني المساعدات الآن تأتي من المملكة العربية السعودية، من بعض الدول الخليجية، من بعض الدول العربية فقط، يعني ليس لدينا تلك المساحة الكبيرة من المانحين اللي كنا بنتابعها زمان. المانح الأكبر، نعم، المانح الأكبر المملكة العربية السعودية. نعم نعم. طيب، إلى أي حد تأثر المواطن بهذه الآلية، بهذا الفارق الكبير بانخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني، وهل في يد الحكومة شيء تفعله؟ نستطيع أن نقيس هذا الأمر من خلال النظر لمتوسط دخل الفرد الذي كان ما قبل العام 2015 يقترب من 1200 دولار، واليوم لا يصل إلى متوسط 110 دولار، والكثير من المواطنين فقدوا أساسا 100 دولار هذه كونهم في مناطق الخضوع ولا توجد أي رواتب منذ العام 2015. يعني من 1200 دولار متوسط دخل الفرد اليمني قبل 2015 ل 110، واصبح ال 110 مش موجوده. نعم. كمان غير موجوده حاليا ايضا. انا بشكرك دكتور هشام، شكرا جزيلا لك. انا معي من الرياض محلل الاقتصاد. العفو، شكرا دكتور هشام. أطلعت السلطات الأمنية في محافظة تعز فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية لنحو 1000 نزيل في سجون المحافظة. وقالت اللجنة إن فريقها نفذ نزولا ميدانيا شمل السجن المركزي ومركز الاحتجاز في البحث الجنائي في تعز للاطلاع على الأوضاع القانونية للسجناء. فريق اللجنة استمع خلال هذه الزيارة إلى عدد من النزلاء حول إجراءات محاكمتهم والبت في قضاياهم. تشهد مصلحة الهجرة والجوازات في تعز ضغطا كبيرا نتيجة طلب آلاف اليمنيين استصدار جوازات سفر، وتستقبل المصلحة يوميا أكثر من 3000 مواطن غالبيتهم من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وشكل هذا الضغط عبئا على المصلحة منذ فتح المنفذ الشرقي للمدينة. هذا ليس مشهدا احتجاجيا يتخلق في أحد شوارع تعز، بل هو تجمع لمواطنين يبحثون عن جوازات سفر. إنها مصلحة الهجرة والجوازات بتعز تكتظ يوميا بآلاف المواطنين، لا سيما القادمين من المحافظات الشمالية. ازدحام بات يشكل ضغطا هائلا على هذه المؤسسة ويبقي الجميع لساعات طويلة في طوابير الانتظار. جالسين بغير صباح لحد الآن، يعني ماسكين سرة بالطريق، يعني سرة من
الحوبة لما وصلنا داخل تعز يعني كل شيء لأنه افتتحت والناس هبوا كلهم. أجت أنا مرافق لي عمتي كانت عندي قلطة فحصل بأنه التجاوب الكبير من قبل إدارة المصلحة والهجرة والجوازات بالتسريع والإصدار الجواز العاجل خلال 24 ساعة. 9 ساعات في اليوم يتحتم على الموظف هنا أن يبقى في العمل، قرار اتخذته الإدارة للتخفيف من حدة الازدحام إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بإدخال الخدمة الإلكترونية وتخصيص كبائن إضافية للمرضى وكبار السن. اضطرينا إن احنا نعمل فترتين دوام من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا وبعدين من 2:30 إلى الساعة 6 مساء. كذلك أوجدنا كبائن إضافية بحدود 5 كبائن والآن إن شاء الله بتجي 5 كبائن أخرى من أجل امتصاص الزحمة. كذلك أوجدنا موقع إلكتروني الحجز المسبق. وعلى الرغم من تلك الإجراءات فإن المصلحة لا تزال تستقبل يوميا أكثر من 3,000 شخص ممن يرغبون بالحصول على جوازات السفر، إذ بلغ عدد الجوازات التي تم إصدارها منذ بداية العام أكثر من 100,000 جواز غالبيتها كانت لمواطنين قدموا من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. ازدحام كبير إذن في مصلحة الهجرة والجوازات بتعز خصوصا مع فتح المنفذ الشرقي للمدينة. ازدحام يقول العاملون جعلهم يتخذون إجراءات إضافية للحد منه، لكن ما يميز العمل هنا هو وضع الأولوية القصوى للمرضى الذين يستدعي سفرهم إلى الخارج بشكل عاجل. هال سعيد، الحدث، تعز. نعود إلى غزة، فبعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان من شرق مدينة غزة إلى غربها، صدرت اليوم أوامر إخلاء جديدة للسكان من وسط وغرب مدينة غزة إلى دير البلح في وسط القطاع، وشملت المناطق حي الرمال وتل الهوى والدرج. ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش أنه ينفذ عمليات عسكرية ضد البنية التحتية لحركتي حماس والجهاد في مقر الأونروا في غزة وسط قصف عنيف للغاية طال مناطق متفرقة بالتزامن مع توغل للدبابات والقوات الإسرائيلية. وعد زعيم أكبر حزب معارض في إسرائيل يائير لبيد وعد نتنياهو بدعمه في البرلمان كي يبقى في منصبه إذا استقال أعضاء ائتلافه الحاكم بسبب اتفاق وقف إطلاق النار، ومؤكدا أنه سيفي بوعده لنتنياهو رغم موقفه المعارض لسياساته. ووافق نتنياهو على استئناف التفاوض بشأن اتفاق محتمل مع حركة حماس لإنهاء القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وكان بعض المنتمين إلى تيار اليمين المتطرف قد هددوا بالانسحاب من الائتلاف إذا انتهت الحرب في غزة قبل القضاء على حماس وتحرير الرهائن. قالت حركة حماس إنها أبدت موقفا متقدما ومرنا وإيجابيا لتسهيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واتهمت نتنياهو بوضع المزيد من العقبات أمام المفاوضات، وطالبت حماس الوسطاء بالتدخل لوضع حد لما وصفته بألاعيب نتنياهو. مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس عادت عائلات فلسطينية إلى منازلها المدمرة وحولت ركام تلك المنازل إلى فراش لها ونصبت الخيام دون توفر لأدنى مقومات الحياة. كاميرا الحدث وثقت ما حدث. رحلة نزوح الفلسطينيين في غزة لا تتوقف، وكثيرا ما تعيد بعضهم إلى نقطة البداية.
محمد أبو شباب وأفراد عائلته، وبعد أن انقطعت بهم السبل لإيجاد ملجأ آمن، قرروا العودة إلى الديار في خان يونس جنوب قطاع غزة وتحويل ما أمكن من أنقاض بيتهم المدمر إلى مأوى لهم. كان بيت قبل بس لقيت ركام زي ما انت شايف، ما ضليش نعيش فيه، عبارة عن شوية زينجو شوية خشب. انتقلت من 4 أيام لهنا منزلي وقاعد بنظف حاليا، فبشيل من الركام كله وبطلعه برا، كركب الأمور مكركب، ما كنا حياتنا زي هيك، بس الحمد لله رب العالمين. الكثير من المنازل التي دمرت في خان يونس أصبحت تشكل خطرا كبيرا على حياة أصحابها الذين عادوا في صدمة بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة عقب التوغل البري الإسرائيلي وحول المنازل إلى حطام. خطر لم يمنع محمد لولو من افتراش الركام واحتضان بقايا الذكريات برفقة زوجته الحامل وأطفالهم. عيشة في المخيم في يعني لا تطاق، فقلت أخاطر في حالي أرجع على البيت وأعيش أنا والعائلة تبعتي في البيت. وأنا ما كان آمن، فكله مش أمان، لا نتفاهمنا خلاص، بما إنه فيش أمان بدأ عاد في المكان هذا وخلص، نحن هيك ميتين. القصف الإسرائيلي العنيف على خان يونس منذ ديسمبر الماضي دمر البنية التحتية وشل كل مناحي الحياة بعد أن توقفت كل الخدمات عن المدينة دون وجود للبلديات أو الخدمات الحياتية في تلك المدينة. خان يونس بتقدر تقول 90% دمار، بنية تحتية ومباني ومؤسسات وكل الدنيا هنا في خان يونس يعني حياة مش طبيعية، يعني بتشرب مية وانت خايف تستعمل المية وانت خايف تستعملها، يعني المياه الجوفية اجت على بعض بس بدنا ماء. ولأنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة يفضل كثيرون العودة إلى بيوتهم المدمرة على الاستمرار في رحلة النزوح القاسية التي بدأت منذ 7 أكتوبر. لقناة الحدث محمد عوض. أشير أيضا لأن هناك قصف إسرائيلي عنيف على مناطق الشجاعية، وهذه الصور التي تظهر القصف الإسرائيلي على الشجاعية بعد أن كان القصف طال كل القطاع بشكل كامل، وبالتالي سحب الدخان تتصاعد نتيجة هذا القصف المتواصل من قبل الإسرائيليين على مناطق الشجاعية. أشير أيضا إلى أن محور جنوب لبنان شمال إسرائيل أيضا اشتعل منذ قليل، كانت هناك رشقات صاروخية خرجت من جنوب لبنان إلى الشمال الإسرائيلي وتم اعتراض عدد من الصواريخ التي جاءت من جنوب لبنان. لكم دائما تحياتي، إلى اللقاء.